السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأساتذة الكرام بالغرفة الصوتية التربوية بإدارة الأستاذ محمود. كثير من الأساتذة يسأل كيف يدخل إلى الغرفة. الطريقة سهلة جدا، هناك طريقتان، طريقة الأيفوكاليز وطريقة الجافا. طريقة الأيفوكاليز هي الأسهل، تدخل إلى الغرفة وتأتي إلى هذا الرابط وهو طريقة الأيفوكاليز. هنا أساتذة يناقشون وهم بشكل مباشر، تأتي إلى هنا لتحميل الأيفوكاليز وتثبيته. Install Plugin، تضغط على Install Plugin، تقوم بتحميله. Enregistrer، يتم تحميله بسرعة كبيرة وأيضا يتم تثبيته بسرعة كبيرة. انظر الآن Installation Complete بكل سهولة. الآن يمكنك الدخول. نيم، تكتب أي اسم، شريطة أن يكون، أن لا يكون حرفا واحدا أو حرفين، وأن يكون اسما مفهوما. اكتب أي اسم بلا ما تدير باسورد مباشرة، توكلنا على الله. هم الآن الأساتذة يناقشون، أساتذة الآن يناقشون هذا الموضوع في القراءة. وأي أستاذ أراد أن يتحدث أو يأخذ كلمة يضغط على اللاقط هنا، أو إن أراد أن يشارك برسالة فليكتب هنا أي كلمة تكتبها ثم تضغط على أنتخي. الآن لا أستطيع أن أشارك لأن هناك مشاركة، هناك مشاركة مباشرة، لا يمكن أن أشوش عليهم. أتمنى ويستحسن الأساتذة، يستحسن أن تدخلوا وأن تشاركوا في الغرفة لتثبتوا وترسخوا معارفكم، لأن القراءات الورقية لا تكفي وسهلة النسيان. أتمنى أن تكونوا استفدتم وشكرا على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.